جهاز كشف الذهب والكنوز والدفائن فالك الصقر من شركة فوجل الألمانية. يحتوي الجهاز على طبقين، الطبق الصغير مقاس 33 سنتي القطع الصغيرة، بالإضافة إلى الطبق الكبير مقاس 45 سنتي للقطع المتوسطة والكبيرة. يحتوي الجهاز على ثلاث أنظمة رئيسية: نظام الرسم البياني، نظام البحث عن الكنوز، بالإضافة إلى نظام العملات المعدنية. راح نلاحظ نظام العملات المعدنية تمييز مباشر عن طريق القيمة وعن طريق الاسم مباشرة، قيم ذهب عديم القيمة مثل الحديد. أخيرا نظام تحديد عمق الهدف المباشر. تجربة مباشرة على عدة معادن بالنسبة لنظام البحث عن الكنوز. الآن على سوارة من الذهب، مرر مرر على الشاشة، ذهب مباشرة، السوارة ذهب. تجربة على معدن الحديد، مرر مباشرة، جهاز بيعطي عديم القيمة للمعدن غير الثمين. أخيرا على قطعة النحاس، بيعطي الجهاز قيم مباشرة. فالجهاز بيعطي تمييز مباشرة بين المعادن عديم القيمة بالنسبة للحديد، الذهب مباشرة ذهب، قيم مثل المعادن الثمينة الأخرى مثل النحاس والبرونز والفضة، الكهوف والفلزات آخر خيار. للطلب والاستفسار تقدروا تتواصلوا معنا شركة العريمان، الوكيل الحصري والمعتمد في دولة الكويت، عن طريق الرقم الموجود في البايو. حياكم الله.